نوجه جلالة الملك بكل شيء، لأن هذا الشيء اللي طرا ما عمره ما كان. أنا مهاجرة وماشي هنا في المغرب، وجيت غير باش نخلص المسائل اللي في المغرب الضريبة. تاع لقيت مفاجأة بين داري، قال واحد العصابة هو ومرتو غيدوها ليا، قالوا لك إفراغ. جلالة الملك سيدنا وقف معايا يرحم والديك على هذا الشيء اللي كاين في المغرب واللي طرا ليا انايا. انا تنطلبك باش ما كان، رانا مهاجره وحياتي كلها مشات غير في هذا الدار، باش كنت نحاول في فرنسا باش نخدم وندير شي حاجه في المغرب، ما درتها في حتى شي بلاد. انا في فرنسا غكاريه وفلوسي جتها للمغرب باش نكون زعما في المغرب مزيانه زعما مع، ولكن هذا الشيء اللي طرا راه ما كاينش هذا الشيء اللي تيدير هذا الشيء للناس، دارهم للناس كلهم بزاف 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 دارهم للناس. ما يمكنش هذا الشيء والمغرب نسكتوا. سيدنا عاوني الله يرحم والديك، سيدنا انا طلبك وترغبك باش توقف معايا، راه حياتي اللي دوزت في فرنسا كلها دوزتها في هذا الدار وباغي يديها ليا. لا عمرني ما مشيت لشي دعوه ولا شي دازت عليا شي محكمه ولا طرا لي شي حاجه في المغرب، جامي. انا دابا لا عمرني ما استدعيت عليها، عمرني ما شديت شي استدعاء ولا شي حاجه. انا برا ماشي هنا، استدعاء ما عمرني ما شديت شي استدعاء. حتى دابا جيت نخلص الضرائب والضو وتفاجات في هذه المفاجاه اللي جاتني. صافي هذا الشيء ها لقيتها قدامي. تنطلب سيدنا يوقف معايا على هاد الشيء اللي طاري هنايا في المغرب. ما يمكنش واحد يقبض 21 دار 21 ويزور الوراق ويزور هاد الشيء تاع المحافظه ويزور كل شيء. انت ساكن في دار 21 عام تجي تلقى هاد المفاجاه، وراقك في جيبك وراقك في دارك تتلقاهم مجابد هو الوراق تاع الدنيا والدين جابدهم، وسميتك وكنيتك وحفظ وسجل كل شيء مزور، كل شيء مزوره وماشي أغيانة. زور اوتيل زوره حتى هو زوره. هاد الشيء راه ما يمكنش، هاد الشيء راه ما يمكنش. سيدنا قف معنا الله ينصرك ويشافيك، الشيء ما نطلبه الله يشافيك ويخليك لينا. بغيت نعرف الحاجه، واش عمرك وقفتي قبل المحكمه ادعيتي مع هذا الشخص هذا؟ عمرني ما وقفت في المحكمه ولا وقفت في شي بلاصه، عمرني. لاول خطره طرات لي هذا المشكل هذا، يعني ما عنديش البال كاع لا عنده هذا الشيء، عندي هذا الشيء ما على باليش عندي هذا الشيء. عندي جيت على قفله لقيت هذه المفاجاه، هذه مفاجاه واعره بزاف. تمحنت باش ندير حاجه في بلادي، باش ندير محل زين لولادي. ومنين دابا نمتش وانا فيه، ودابا قال لك راه واعره بزاف واعره بزاف، لان تنقول المخزن ما كاينش. منين واحد عنده 21 عام 21 دار داها للناس، اذا المخزن ما كاينش. سيدنا راه المخزن ما كاينش، واحد مستعل على الضيوف كلهم تاع الناس، الدراوش اللي برا واللي ماشي برا، خرجهم من ديورهم وتيزور الوراق، يزور كل شيء مزور. دابا تي كان تيكتب سميت، دابا ولا تيكتب بسميت مرتو، سميت مرتو تيكتب ديور مزورين الوراق تيزورهم. مؤثرة قصة لمهاجرة بالديار الأوروبية، وهي مغربية ذات الجنسية المغربية. في الوقت اللي كيصيب المهاجر المغربي كيف نصحته خارج ارض الوطن ويجي باش يبغي يستقر في بلاده، فاذا به يتفاجأ بحكم جائر، حكم ظالم، كيف لا يعقل. انسان ما عمره تقابل في المحكمه، ما عمره ادعى في المحكمه، فاذا به يتفاجأ بحكم الافراغ. من تبلغ في مكان هذا الشخص؟ لهذا نطالب بفتح تحقيق معمق حول ما تعرضت له هذه السيده المغربيه، وتقول بانني ملكيه وفنيت شبابي في برا باش نجي ونستقر في بلادي، اليوم كنتفاجئ بحكم قضائي
بإفراغ من المنزل اللي بنيته طوبة طوبة أزيد من 20 سنة. أبناء تزادوا في هذا المنزل هذا، كتفاجئ بالإفراغ لا يعقل. هنا كانت صوت العدالة سبق وتطرقت لمافيا العقار بمولاي مسلهم. اليوم مافيا العقار تنضاف ضحايا أخرى لضحاياها السابقين، كالعديد من المنازل أو العديد من البقع التي تحولت رسوم عقارها بأحد الرسم العقاري الذي فرخ العديد من الرسوم العقارية. هنا يجب على الجهات المعنية وعلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربع الغرب والسيد وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لفتح تحقيق معمق حول هذه النازلة، وليست النازلة الأولى أو الثانية أو الضحية الأولى والثانية والثالثة، بل هم ضحايا كثر، منهم العديد الذي تفاجأوا بهذا شركة البحر أو ما يسمى بشركة البحر الذي هي حلت بقوة القانون ولكن لا زالت تشتغل في النوار كما يقول، تشتغل في الظلام وتشتغل أمام أعين السلطات، لا من يراقب، لا حسيب ولا رقيب، ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهذه السيدة تطالب من جلالة الملك قائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بالمملكة المغربية الشريفة من أجل إنصافها وإرجاع الحق ديالها الذي يؤخذ منها في ظروف غامضة. كيف الإنسان جاي يخلص الضريبة ديالك كل سنة، جاي يخلص المكانة ديال الضو ديالك كل سنة، جاي يخلص الماء ديالو، فإذا يتفاجأ بحكم إفراغ، من تبلغ، من توصل، ويجب فتح تحقيق معمق في هذه الكارثة. بارتاج على أوسع النقاط من أجل إيصال هذه المعاناة لهذه السيدة التي تفاجأت بحكم قضاء جائر. فتحية لكم.